حصدت الشابة اللبنانية رولا قادري مشاهدات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهاتها التي أعادت فيها أداء العديد من الأغاني القديمة لفنانين معروفين، كما أطلقت منذ فترة أغنية بعنوان أقول لك حبيبي. مهم جدا وجودك في تفاصيلي، مهم جدا بأغاني ومواويلي، وغيرك يا حبيبي مو مهم عادي، تفز الروح لك لما تناديلي. كل يوم الأروح بتندهلي على عموم مش أخبي وداري علي، إنه غيرني وسرقني وإن أنا تعلقت بيه، اللي فات من حياتي ضاع لي، في حاجات حلوة حصلت لعلقتي، كل لحظة تزيد غلاوت ناوي أعمل تاني. للمزيد تنضم إلينا من بيروت الشابة اللبنانية رولا قادري. صباح الخير رولا، وأهلا بك في صباح العربية. ما شاء الله على صوتك، يعني حققت هذه الفيديوهات التي طرحتيها على يوتيوب مشاهدة عالية، هل هو السبب الصوت أم اختيار الأغنيات اللي بتقدميها؟ بونجور مروة، بونجور عادل، إن شاء الله تكون بخير ورمضان مبارك للجميع. أكيد أول شيء الصوت لازم، يعني حيلا حلو الثقة بالنفس يغني بالشهادة. يعني أنا صار لي من أنا وصغيرة بغني، ورأي عن رأي بعد رأي بعد رأي، فعش أنت بتكون عندك شوي self confidence إنه لا أنت عندك الأكسس إنك تغني. بالعكس حلوة الثقة. وأكيد الغنية يعني كمان تلعب دور الغنية، هي هن اثنين يعني it's a combination بين الاثنين. طيب رولا، يعني مش كل الفنانين يجازفون على الأقل خلينا نقول، وإن مثلا يغنون لهجة غير لهجتهم، رغم أن يعني أغلب الأغاني الآن صارت بلهجة بيضة، ولكن غنائك الخليجي، غنائك يعني لهجات أخرى، إلى أي مدى أنت راضي عن نفسك، وإلى أي مدى أنه الناس تقبلوا منك؟ عادل شوف، انا اول شيء جربت، يعني انا كانت لايك اتراي اني انا نغني خليجي، وانا من العالم اللي بحب كتير جازف، يعني حتى غنيت بغير لغه كمان، غير لغه مزبوط. أنا شايفاك بتعزفي على الجيتار يا رولا، يعني يمكن يعني اختيار هذه الآلات بتميل على حسب يعني الشخص بيحب إيه، بيميل لإيه من الآلات الموسيقية، هل هي آلة صعبة، هل هي آلة سهلة التعامل معها مقارنة بالعود مثلا؟ كل شيء له شيء، بس أكيد العود بيكون أصعب، لأنه تعرفي أنت الموسيقى الشرقية كتير يعني واسعة، كتير مقامات وشو بدك يعني، فالجيتار هو بنظري أنا آلة أكتر غربية يعني مش مثل العود، فأكيد العود أصعب. الجيتار حلو منه بصعوبة مثل ما العالم بتفكر، بس أيوة بس ليه اخترتي الجيتار تحديدا؟ من أنا وصغيري كانت هي الآلة الأقرب لقلبي، فحسيت هيك أنا لازم أتعلم. رولا شو اللي تعمليه خلال هذه الفترة، فترة الحجر الصحي، يعني صارت في موجة بأنه والله تعالوا نغني عن كورونا، ما فكرتي؟ بصراحة لا، لأنه يعني شو ممكن الواحد يغني لكورونا؟ لا، ما هي أصبحت موجة، ولا ما بتحبي إنه؟ ما أنا ما بتفعل موجة. طيب خليني شو بدك تسمعيني، خلينا نطلع من هال، أنا طماع باي ذا واي. يلا إيه أكيد، بس عم بسمع صوت. يلا نغني لكم غنية من ألحاني اللي هي أولك حبيبي.
لك حبيبي شو السبب بحبك أنا، رغم المشاكل والتعب حبك أنا، نظرة عيونك بلتي بوقع بأرضي وبنتي، ضيع ما بعرف مين أنا حدك أنا. عندي إلك ألف كلمة بدي أحكيها، إشي مر في هذا بدي محيها، انت ما غيرك يلي بنطل لحتى تقلي، بدي حد تضلي وعدتك انا. يعني فينا نقول له نيالك باللبنان لا لانه باللبنان. خليني ايضا يمكن اسال بانه الكلمات اليوم لم تعد هي تلك الكلمات اللي كانت في السابق تغنى بالأغاني التخت الشرقي أو غيرها، اليوم هذا الجيل له لغة خاصة، كيف يعني قاعد تفكي هذه الشفرة؟ شوف عادل، أنا دايما بقول لو بحطوني رقيبة على السوشيال ميديا كلها، من كل البلاتفورمز، فيسبوك لإنستغرام لتيك توك ليتلي، لا لا لا، كل هيدول الأشياء، في كتير أكاونتات أنا ممكن أعمل لهم بلوك. لأنه صراحة اللي عم ينشهر هلأ عم ينشهره no talent، ما في مضمون، ما في شيء من جميع يعني موسيقى fashion everything. so أنا إذا بحطوني رقيبة على السوشيال ميديا بالعالم كله، أنا I would block ثلاث ارباع اللي عم نشوفهم هلا على للاسف. طيب احنا كنا بكل صراحه معانا يا رولا، وبالتوفيق ان شاء الله في الاغاني اللي انت هتقدميها خلال الفتره المقبله. شكرا جزيلا لك يا شابه اللبنانيه رولا قادري، كنتي معنا من بيروت.